السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم 7 على 7. نتمنى لكم مساء سعيد بإذن الله تعالى برفقة برنامجكم. راح نكون معاكم لمدة ساعة بمواضيع وأخبار متنوعة حول الإمارات السبع مشاهدين الكرام، ونبتدي بهذا الخبر. انطلق اليوم افتراضيا فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الوطني للتسامح والتعايش 2020 الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش تحت شعار على نهج زايد، والتي تستمر حتى 16 من نوفمبر الجاري، وهو اليوم الدولي للتسامح. شارك في الفعاليات الافتراضية عبر تقنية الاتصالات المرئية الحديثة أكثر من 100 جهة في الدولة، تشمل الوزارات والهيئات الاتحادية بالإضافة إلى الدوائر المحلية والمؤسسات العامة والخاصة، وسوف تقدم مبادرات وأنشطة خلال فترة المهرجان تعبيرا عن اعتزاز كل جهة بقيم التسامح والتعايش في الإمارات. بدأت فعاليات اليوم الأول بكلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش حول نهج زايد في التسامح، يستعرض خلالها سيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأهم القيم التي أسس عليها الإمارات، وأهمية أن يسلط المهرجان بكل أنشطته الضوء على هذه القيمة وتعزيزها في نفوس الناس. ثم يتم عرض فيلم نحو عنان السماء، وهو فيلم وثائقي أعدته الوزارة لرصد الجهود المتعلقة والاستعداد للخمسين فيما يتعلق بالقيم الإنسانية، وفي القلب منها التسامح والتعايش. ثم يتناول معالي زكي وزير الدولة قيم الشيخ زايد وزايد ودوره في صناعة التسامح، وتناول الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي السابقة العصر الذهبي للمرأة يبدأ من زايد، كما يتحدث الدكتور عبد العزيز الغرير عن ثمرات التسامح التي تجسدت في إنجازات الدولة محليا وعالميا. فيما تختتم الجلسة بكلمة تركي الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات عن نهج زايد والهوية الخليجية في التسامح. وفي الفترة المسائية لليوم الأول سيتم تنظيم جلسة عالمية تتناول القيم التي يقوم عليها المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، مع إلقاء الضوء على الاستعداد للخمسين. ويستضيف الافتتاح المسائي لأنشطة المهرجان ندوة عالمية موسعة يشارك فيها معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إضافة إلى قامات فكرية عالمية. وتتناول الندوة استشراف الخمسين من خلال استعراض قوة الإيمان بالأهداف والتعرف على الماضي بكل ما فيه ليكون داعما ومؤسسا للحضارة، والذي يمثل مرحلة النهوض في إطار النظرة الشاملة والطموحة نحو المستقبل. ويركز المهرجان كذلك على الأنشطة التي تجسد دور الابتكار والإبداع في تعميق مبادئ التسامح والتعايش في المجتمع، ويشارك في هذه الأنشطة مجموعة من الفنانين والأدباء والرياضيين من خلال فعاليات ومبادرات محددة، بما في ذلك إطلاق المفوضية العالمية للتسامح في الرياضة الإلكترونية، وحتى تنظيم المنتدى الدولي لتبادل الخبرات بين برامج فرسان التسامح في العالم، بالإضافة إلى مبادرات شعراء التسامح والتسامح والفنون وندوات التسامح وغيرها من الأمور اللي أطلقتها. ودوما صارت الإمارات قبلة عالمية وقبلة للبشرية بأن هذه الأرض هي أرض التسامح، وهكذا عمل الشيخ زايد طيب الله ثرى على هذا النهج الطيب على أن تصبح الإمارات قبلة للعالمين حول التسامح، وأن تكون هذه الأرض أرض التسامح. مشاهدينا الكرام، طبعا يستمر نشاط معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يحمل شعار العالم يقرأ من الشارقة، تاريخ 14 نوفمبر من عام 2020 في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة مئات الناشرين العرب والأجانب من مختلف أنحاء العالم. خلونا نتابع وياكم أكثر في التقرير التالي.
سعيدين بالمشاركة في معرض الشارقة للكتاب الدورة 39، مشاركة في ظل طبعا الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب جائحة كورونا. سعيدين طبعا بتفاعل الجمهور الباحثين بمشاركتهم لنا. طبعا الأرشيف الوطني متمثل بوزارة شؤون الرئاسة يقوم بكل دورة بإضافة ما هو جديد من إصدارات تحتفي بتاريخ دولة الإمارات، بالحكام، بتطورات المنطقة التاريخية، وندعو الجميع لزيارتنا في منصة الأرشيف الوطني. كما يسرنا أن نشكر هيئة الشارقة للكتاب على دعمها وإقامة هذا المعرض في ظل هذه الظروف الاستثنائية. مركز ترينز للبحوث والاستشارات مركز مستقل تم تأسيسه في عام 2014. المركز يهتم في معظم المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وقام المركز بإصدار العديد من الكتب والإصدارات والسلاسل الأصيلة والمترجمة أيضا. هناك أربع سلاسل رئيسية حاليا، اتجاهات اقتصادية، اتجاهات استراتيجية. معرض استثنائي، جت في ظروف استثنائية، كان هناك يعني كثير من المعارض تم تأجيلها. الحمد لله هذا المعرض وجد له موقع وتم افتتاحه، وهناك في حضور كبير مع الالتزام بالإجراءات اللي تضمن سلامة العارضين وأيضا الزوار. هناك إقبال كبير من قبل دور النشر، أيضا هناك كثير من دور النشر سواء العربية والأجنبية المشاركة هنا في هذا، وهناك إقبال أيضا كبير من خلال الزوار اللي يزورون المعرض. أمانة نجاح كبير حقق خلال الأيام الأولى معرض الشارقة للكتاب، وممكن شفنا الأخبار الثانية اللي وجهها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بأن يصبح دكتور سلطان محمد أن يصبح كل دور النشر معفيين من الرسوم. لا ما زلنا في الإمارة الباسمة، ونذهب لهذا الخبر حيث وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنفيذ مرسى عائم جديد للصيادين في منطقة خور الخان بالشارقة. معنا عبر الهاتف المهندس حميد السويدي من إدارة الخدمات العامة في دائرة الأشغال العامة في الشارقة. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أخوي عبد العزيز، وأشكركم على هذه الاستضافة في هذا البرنامج الجميل. حياك الله. في البداية لو تخبرنا عن تفاصيل مرسى العائم الجديد في منطقة خور الخان في الشارقة. طبعا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قامت دائرة الأشغال بتنفيذ هذا المشروع. استغرق تنفيذ هذا المشروع تقريبا 4 شهور بتكلفة 6,300,000 درهم. والمشروع عبارة عن 4 مراسي متوازية يستوعب كل منها 20 موقف بإجمالي 80 موقف. تم ربط كل مرسى منهم بجسر بطول 15 متر لسهولة صعود ونزول الصيادين. جميل. طبعا المراسي مثبتة ب60 عمود مصنوعة من مادة الألمنيوم المخصصة للاستخدام البحري، والأرضيات من الأخشاب الماليزية الصلبة ليستخدم أو لتستخدم لمدة طويلة ولتتحمل الظروف الجوية الصعبة. جميل. سعادتك يمكن سمعنا أن يكون في إمكانية اللي راح تسهل عملية دخول وخروج القوارب، قوارب الصيادين طبعا، لتعطيهم مساحة أكبر من الأمان القوارب وحتى الصيادين. صحيح. لو تكلمنا عن النقطة. دائما ما تراعي دائرة الأشغال العامة تحقيق أعلى المعايير الهندسية في تنفيذ المشاريع والاستفادة من الخبرات العالمية في المجالات الاستشارية. طبعا الاستفادة في مشاريعنا، وبالتالي فإن هذا النوع وغيره من المراسي اللي نفذتها سابقا الدائرة تضم مساحة مناسبة جدا تصل إلى 15 متر ما بين مدخل ومخرج المرسى، وبالتالي تحقق المرونة وتسهل حركة القوارب.
كما تم مراعاة في موقع المرسى بعد عن التيارات البحرية القوية والأمواج لتأمين وسلامة الصيادين عند الرسوب. جميل. لو نتكلم من هذا المشروع، يأتي هذا المشروع طبعا في إطار اهتمام حكومة الشارقة بقطاع الثروة السمكية، صحيح؟ نعم صحيح. لو تكلمنا على اهتمام الحكومة بخصوص هذه الثورة السمكية. نعم، نحن في دائرة الأشغال العامة بحكومة الشارقة نقوم بعمل بسيط من الجهد الكبير الذي تبذله حكومة الشارقة في دعم مهنة الصيد والاستفادة المثلى من الثروة السمكية بما يحقق استدامتها. فسبق أن نفذت دائرة الأشغال العديد من المشاريع في هذا الإطار، على سبيل المثال مصنع الثلج، المراسي، أسواق الأسماك، ومقرات لجمعيات الصيادين. وبكل تأكيد هناك دوائر وجهات أخرى تقوم بجهود مختلفة كلهم في اختصاصه من أجل تحقيق ذلك التوجه للحكومة في الشارقة. جميل. في اهتمام كبير على الحفاظ على هذه المهنة وهذه الهواية، أصبحت كذلك عند بعض الناس لأنها هي من التراث القديم لأهالي الإمارة. نعم، كما تعرفون أن حرفة ومهنة الصيد هي حرفة وارثتها الأجيال بكل تأكيد، وما زال أفراد المجتمع يقبلون عليها، والحمد لله الدولة لم تقصر في تنظيم العملية على المستوى الاتحادي والمحلي لسن القوانين اللي تحافظ على المهنة وكذلك لتحقيق الاستدامة لهذه الثروة المهمة، حيث تقدم الدعم المالي والمعنوي وكافة التسهيلات للصيادين لممارسة عملهم. فعلا عندكم كثير من الجهود اللي تبذلونها في دعم الصيادين وحتى في تحسين ظروف الصيد. نعم، سبق أن ذكرت أن الجهود مشتركة في دعم الصيادين وهذه المهنة، ونحن في دائرة الأشغال نقوم بتنفيذ توجيهات الحكومة لتحقيق كل ما يلزم من بنية تحتية لدعم هذه المهنة. لدينا العديد من الاجتماعات الدورية مع المجالس البلدية في الإمارة وجمعيات الصيادين ومجالس الضواحي أحياناً لأخذ الاقتراحات وتطويرها ومناقشتها، وكل ما يلزم لتلبية احتياجات الصيادين ورفعها للاعتماد. جميل. أذكر على سبيل المثال الآونة الأخيرة تم الاجتماع مع مجلس ضاحية الخالدية والجمعية التعاونية للصيادين بالشارقة، وطلبوا أن نزيد عدد المراسي وتم رفع ذلك للاعتماد. ساعتك أي كلمة أخيرة حاب تضيفها؟ شاكر لكم هاي الاستضافة وبالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله للجميع. شكرا لك المهندس حميد السويدي من إدارة الخدمات العامة في دائرة في دائرة الخدمات العامة في دائرة الأشغال العامة بالشارقة. شكرا لك. شكرا. طبعا مشاهدين الكرام مستمرين معاكم في برنامج 7 على 7، لكن من بعد هذا الفاصل خلوكم يعني فاصل ومن بعدها راح نواصل. حياكم الله مشاهدين الكرام. طبعا رجعنا لكم وفي موضوع جدا جميل تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. يقام العرس الجماعي 21 في مارت الفجيرة في 27 من نوفمبر الجاري، تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني 49. والحديث أكثر عن الموضوع بتفاصيل أكثر نرحب بالأستاذ عبيد راشد اليماحي رئيس لجنة العرس الجماعي في الفجيرة. حياك الله وألف ألف مبروك أستاذ سعد. يا مرحبا أخوي عبد العزيز، وأنا سعيد صراحة باللقاء بكم في تلفزيون الفجيرة، تلفزيون مميز، هذه الشاشة المميزة، ويا مرحبا فيكم الله يحفظك يا رب. شكرا. ونحن سعداء أكثر. سعادتك العرس 21 اللي راح يقام في 27 نوفمبر الجاري إن شاء الله تعالى، استعداداتكم لهذا اليوم واستعداداتكم لتنظيم الحفل كيف راح يكون إن شاء الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بناء توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حفظه الله بإقامة الأعراس الجماعية أكثر من 20 سنة، هو الداعم حقيقة للشباب حفظه الله، ومن هذا المنبر الله يحفظه ندعي له بالتوفيق والسداد، وبمتابعة ولي عهده الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة. الحمد لله يقام عندنا منذ 20 سنة هذه الأعراس الجماعية، ولهذا العام في عام مميز، عام كورونا، عام جائحة
مميز المعاريس انهم التكلفه اقل باذن الله. اكيد هذا شيء يعني لا شك فيه. فالحمد لله عندنا هذا العرس رقم 21. الاستعدادات بدانا الحمد لله من اسبوعين وبدانا التسجيل والشباب مقبلين بفضل الله سبحانه وتعالى، لان صار وعي من كثره الاعراس الجماعيه في دوله الامارات وتوجيهات اصحاب السمو في الانخراط في هذه الاعراس، اصبح الان في ثقافه عند الشباب. وحاليا الان خلال اسبوعين بدا عندنا تقريبا تسجيل اكثر من 50 شاب بفضل الله سبحانه وتعالى، والتسجيل كذلك مفتوح لغايه 20 لين اخر الشهر هذا باذن الله تعالى. العدد المقبلين ان شاء الله للحين كم شخص لهذا العرس؟ 50 شاب. 50 شاب نعم او اكثر، فان شاء الله لا زال العدد مفتوح. نعم نعم. اليوم لو نتكلم عن الاعراس الجماعيه، دوما هي تقلل من تكاليف يعني التكاليف الكثيره اللي نشوفها في الاعراس، خاصه للناس المقبلين على الزواج، وهذه فرصه اليوم في فتره كورونا كيف ما ذكرت ان ما في اعراس مع يعني مع حضور الناس، فالعرس الجماعي هو افضل حل ان الواحد يشارك الفرحه هذه مع زملاء المعاريس ويشاركون الفرحه كذلك عن بعد مع من يرعي الحفل، فرسالتك انه الناس تستغل هذه الفرصه خاصه في هذا الوقت كيف ما ذكرت. لا شك لا شك. حقيقه انا ادعو من هذا المنبر ومن هذه الاذاعه وهذا التلفزيون دعوة الشباب لاستغلال الفرص، وأنا أعتبرها فرصة ذهبية في ظل هذه الجائحة، الاستفادة من الفرص والمنح التي يمنحها أصحاب السمو كافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعندنا خصوصا في دولة في إمارة الفجيرة من صاحب السمو الشيخ حفظه الله، دعوة الشباب للاستفادة من هذه المنح ولتخفيف من الأعباء وكاهل الشباب، البعد عن الإسراف، البعد عن تحمل الشباب يعني كاهل الديون، يعيش في حياة سعيدة. السعادة ترى هي ليست يعني زينة ومفاخرة وفي الإسراف أو في صرف الأموال، إنما السعادة هي بساطة يقدر يستغلها الإنسان ويستفيد منها في مثل هذه الفرص. وأنا حقيقة أدعو الشباب للاستفادة من هذه الفرص أن ينخرطوا في هذه الأعراس الجماعية. فعلا سعادتك، طبعا في شروط معينة لاختيار المعاريس في ضمن العرس الجماعي في الفجيرة 21، هي أهم الشروط اللي ممكن نحن شروطنا استقبال كل الشباب المقبلين، هذا أهم شرط. لو حتى الحرمة الثانية سعادتك؟ والله يستاهلون حتى الحرمة الثانية. نحن عندنا شباب الحمد لله، يمكن الحرمة الثالثة أو الثانية في عندنا شباب، فنقبلهم جميل حتى نيسر عليهم. هذه فرصة حقيقة الدعوة لكل الشباب، ما عندنا أي شروط، شروط الإنسان بس إنه النية ويبني حياة مستقرة، حياة طيبة، أسرة إماراتية بدون ديون بدون تكاليف على الشباب، هذا هو مقصودنا، مقصود أصحاب السمو حفظهم الله. الله يحفظهم يا رب. آمين. هي مفتوحة لكل الشباب إنهم يقدرون يشاركون بدون أي شروط وبدون أي شروط. نعم. معقدة مثل نحن ما نقدر أبد نقول أبد ما عندنا أي تعقيد. التسهيل عندنا هني رقم واحد. طبعا يتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات، مناسبة جدا جميلة على قلوبنا، في رسالة حابين توصلونها من خلال تصادف الاحتفالات هذه بالقرب مع الاحتفال باليوم الوطني؟ الحمد لله احنا يمكن اكثر من 20 سنة في الأعراس الجماعية ونستغل مثل هذه الفرص. الفرحة فرحتين، صدق فرحة باليوم الوطني دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم مميز، يوم غالي على قلب كل إماراتي حقيقة. هذا اليوم له ميزة وله يعني طابع خاص، فرحة باليوم الوطني يوم تأسيس دولة الإمارات، فنستغل هذه الفترة في إقامة الأعراس الجماعية عندنا في إمارة الفجيرة حتى تكون الفرحة فرحتين. سعادتك، تذليل الصعب وتيسير الأمور هو من الموروث الإماراتي في الأعراس. نعم. وأنتم قاعد تقومون بهذا الدور، حتى رسالتك لأولياء الأمور اللي مثلا بناتهم مقبلين على الازواج على الزواج عفوا وكذلك ابنائهم، انهم كيف ممكن يسرون هذه يعني يسرون الامر ويخلون الصعاب تبتعد عن الحياه الزوجيه؟ انت ذكرت نقطه مهمه انهم يبتعدون عن البذخ والصرف حتى يعيشون حياه سعيده، وهذا من الموروث الاماراتي كذلك. رساله توجهها لاولياء الامور انهم لهم دور فعال كذلك في هذا الامر. لا شك لا شك، الاب له دور والام لها دور حقيقه، اكثر ما يكون هم يتحملوا المسؤوليه في إيصال هذا الشاب إلى بر الأمان، إلى السعادة الحقيقية. كل الناس الآن تبحث عن السعادة، السعادة ليست في الأسباب في الأشياء، السعادة موجودة حوالينا بس نحن نبحث عنها. صحيح. في أشياء
في البعد عن الإسراء، في البعد كذا، نوجه الشباب، نوجه أولادنا. إذا الأم والأب كانوا الأساس في التوجيه يسهل علينا الوصول إلى النتيجة ووصول إلى الهدف، أن نخفف عن الشباب، أن نعين الشباب. إذا الأب والأم وكذلك هناك العم والعمة ما يطلبون هذه الأسباب والأشياء والمفاخرة في الأعراس، والله صارت سهولة على الشباب، يعني بيكون بأريحية بكذا، بتشوف الناس سعداء يوفروا على أعمارهم. يعني هذه الأموال اللي تصرف ما لها داعي حقيقة أن نراها، والله يستغل في بناء أسرة متماسكة بعيدة عن الديون، بعيدة عن الهموم، يعني يعيش الإنسان مع زورته. يعني شباب مقبلين اليوم يتزوج، بكرة يحمل حمل، بكرة أولاد، بكرة يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى أشياء كثيرة، ليس فقط زواج، وليس المقصود من الزواج بس امرأة جاءت البيت وانتهى، لا، فيها أمور كثيرة تترتب على هذا الزواج. أولا المسؤولية، مسؤولية الأولاد، مسؤولية أن يصبح لهذا الإنسان بيت مستقر آمن، الأمن والأمان والراحة والطمأنينة والسعادة. يعني يبتعد عن الإسراء، يبتعد عن البذخ، يبتعد عن يعني الديون التي أتعبت الناس، أتعبت الشباب. لهذا أنا رسالة وجهها من التلفزيون حقيقة، البعد عن الإسراف، البعد عن كذا، والبشاشة والبساطة في حياتهم، هذا أهم شيء. فعلا ساعتك نشوف كثير من الناس يقارنون أنفسهم بناس آخرين، يعني خاصة في إقامة الأفراح، اللي يقارن يعني لو دخله محدود يقارن نفسه بشخص آخر ممكن يكون دخله غير محدود، ويعني مثل نحن ما نقول إن الله مكرم عليه. فهذه المقارنات حتى في إقامة الاحتفالات ترهق أولياء الأمور، ترهق الشاب اللي لسه مكون نفسه. المقارنات، لو تنصح الشباب أنهم يبتعدون عن المقارنات، لأن المقارنات هي اللي تبدأ بتدمير الحياة. خلنا نروح إلى أبعد من هذا، القدوة أصحاب السمو، فعلا الحكام حفظهم الله وولياء العهود بدأوا الآن يزوجوا أولادهم في الأعراس الجماعية، في الأعراس الجماعية، ويقيموا الأعراس الجماعية مع أولادهم. هذه قدوتنا، إذا كان الشيوخ قدوتنا فنحن من الأولى أن يكون قدوتنا هم حكامنا حفظهم الله، يقيموا الأعراس الجماعية لأبنائهم، وابتعدوا عن الإسراف. فقط فترة العصر قهوة وفرحة وبشاشة واستقبال ناس والناس تدعي لك، هذا يكفينا. أما أني أتعب نفسي بأسباب وأشياء ما لها لازمة، أنا أقول يعني يكفي من الكلام أن شيوخنا وحكامنا حفظهم الله هم قدوتنا في الأعراس الجماعية. فعلا أنصح الشباب الانخراط في الأعراس الجماعية، هذه وليس عيب، والله لما أخفف عن نفسي أنا أرتاح نفسيا، أرتاح مع زوجتي، أستغلها. يعني هذه الفلوس والأموال اللي تروح هباء منثورة، يا أخي أستغلها في شهر عسل، في سفرة، في بناء بيت، في سيارة لي وزوجتي، نتعاون كذا، نعيش حياة أسرية فعلا. إماراتية متماسكة، بعيدة 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 مليار كيلومترات عن الديون فعلا. وعن هذه الأسباب في الأخير الشباب. العرس هذا يبقى لساعات معينة لأشخاص معينين غير المعرس والعروس، لكن الفرحة كيف ما ذكرت أن المبلغ يتم توفيره، يشتغل بعد الزواج، يوفر للحياة الكريمة لهم السعادة لهم. سعادتك رسالتك للشباب أنهم المقبلين على الزواج إن شاء الله تعالى، هم كانوا في حياة معينة، بروتين معين، ومقبلين على مسؤوليات، ومقبلين على تعاون، يعني حياة مختلفة تماما. كيف أنهم يهيئون أنفسهم مثل هذه الحياة اللي هم مقبلين عليها؟ كيف هم يكونون مستعدين لتحمل المسؤولية؟ أنا حقيقة أرى أن يبدأ الهرم من الأساس. إذا كان الأساس ثابت بدأ صح ينتهي صح. إذا بدأ بديون هموم وموم تصبح الحياة مضطربة، الحياة ما لها طعم، أستانس بلحظات وأبقى حياتي كلها ديون وهموم طول الليل، هم وغم، والله ما بحياة هذه صح. الحياة الزوجية أن تبدأ صح، أساس متين، تبدأ بدون ديون، بدون أن تتعب نفسك في المباهاة، في والله نشوف فلان وعنده وفلان سوى وفلان سوى، لا، أنا أبدأ صح، أنا أمشي على حسب استعدادي، حسب إمكانيتي، وأبدأ صح أنا وزوجتي نتعاون. قالها زايد رحمة الله عليه، أبونا زايد لا يقول المرأة تقف مع زوجها وكذا تبدأ حياة صح، صحيح، يتعاونوا في هذا الخير. إذا ما كان متوظف تتوظف وتشتغل وتعين الزوج يبدو حياة صح.
شو سر المباهاة بين الأزواج؟ الزوج أحياناً يتباهى بأمور، الزوجة تريد أن تتباهى في أمور، فوين المشكلة؟ أنا أتمنى يكون هذا الزواج ليس للناس. جميل. من هذا الإذاعة المباركة أتمنى اللي مقبل على الزواج لا ينظر للناس ماذا يرون في عرسي، بل هذا الزواج لي أنا ولزوجتي ولأهلي وللناس جميعا، أن يكون أنا أكون قدوة، أنا اللي أستفيد من هذا الزواج، ليس الناس تأتي وتفرح وياي لحظات وأبقى أنا طول حياتي في الهموم والغموم. هذا الزواج لي أنا ليس للناس فعلا. فنصيحة أن أبدأ صح، ما يهمني الناس، ما تهمني المظاهر، ما تهمني الشكليات، بل يهمني المضمون أني أنا أتزوج ولو بوليمة بسيطة والناس تدعي لي أنا في خير في نعم. فعلا أستشف من إجابتك أن الرضاء الناس هو اللي يتعب الأزواج ويتعبهم ويخليهم يمرون في ديون وتعاسة أبدية، لأن دوما مثل ما يقولون رضاء الناس غاية لا تدرك. لا شك. واللي يبحث عن رضاء الناس ما راح يوصل لمراده أبدا، لأن الناس ما راح يتفقون على شيء. لا شك. لا شك. رضا رب العالمين هي الغاية. لا شك. ورضا ولاة الأمر هو الغاية اللي ممكن يوصلون لسعادة نهائية. صحيح. لا شك. لا شك ولا ريب. نعم. فعلا يعني نحن ممكن مقبلين على أيام جميلة إن شاء الله تعالى، نبارك للمعاريس ولا زلت كيف ما ذكرت إن الفرصة مفتوحة للي ما شاركوا إنهم يشاركون إلى لحد التاريخ 20/11 إن شاء الله. لحد 20/11. نعم. المشاركة مفتوحة لكل من يريد أن يشارك. نعم. من مقيمين دولة من مواطنين دولة الإمارات العربية. نعم. المتحدة، تقديم الأوراق حتى مثل ما ذكرت العرس الحرمة الأولى والثانية والثالثة. لا شك مفتوح عندنا إن شاء الله. أكيد. بس يكون عندهم عزيمة ونية إن شاء الله. إن شاء الله. يا مرحبا فيهم. نصيحة أخيرة حاب توجهها للشباب المقبلين على الزواج. والله أدعوهم المسارعة واستغلال هذه المنح والفرص اللي يدعو له أصحاب السمو والحكام حفظهم الله وولياء العهود في الانخراط في الأعراس الجماعية. والله نحن وجدنا شباب يعني استفادوا حقيقة، يعني أشياء أمامنا وجدناها. والله يخبروني يقول يا عبيد نحن والله ما زدنا درهم واحد ما شاء الله من 70,000 من زواج من صندوق الزواج، يعني كفتنا والحمد لله. جميل جدا. هذه فرصة أن ندعو الشباب للاستفادة من هذه الأعراس الجماعية، والشكر كل الشكر يعني موصول لحكامنا جميعا في دولة الإمارات العربية المتحدة اللي أقاموا مثل هذه الأعراس ويؤكدوا عليه ويدعوا لها، وأبنائهم هم في الصف الأول، نحن كذلك ندعو الشباب يعني الاستفادة من هذه الأعراس الجماعية. جميل. الله يديم الأفراح والسرور على الجميع إن شاء الله. آمين. شكرا. آمين. لك. آمين. وعلى هذا اللقاء الطيب. اللهم ولا نفوت أن نشكر جميع يعني المؤسسات الحكومية والمشاركة معنا والداعمين حقيقة دائما معنا، إن كان من صاحب السمو حفظه الله وولي عهده وكل الدوائر المحلية عندنا لدعم الشباب في إيصال يعني هذه الحياة المجتمعية إلى بر الأمان. والشكر لكم موصول لكم أنتم كذلك تلفزيون الفجيرة، ولك أنت خاص أخوي عبد العزيز. ويا مرحبا فيك. الله يحفظك. شكرا لك سعادة عبيد راشد اليماحي رئيس لجنة العرس الجماعي. شكرا. يا مرحبا. والله يديم الأفراح والسرور على الجميع. الله يحفظك. يا مرحبا. يا مرحبا. مشاهدينا الكرام، نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية سلسلة من لقاءات واجتماعات عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أكثر من 150 شخص يمثلون مختلف فئات المجتمع والمعنيين في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل. للمزيد في التقرير التالي. قامت وزارة الطاقة والبنية التحتية بتنظيم لقاءات واجتماعات عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أكثر من 150 شخص يمثلون مختلف فئات المجتمع والمعنيين في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، وجاء ذلك في إطار مشروع تصميم 50 عاما القادمة لدولة الإمارات الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل الدولة ووضع محاور خطة مئوية الإمارات بإشراف لجنة الاستعداد للـ50 التي يرأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وناقشت الجلسات الافتراضية عددا من المحاور المرتبطة
بمنظومة عمل الوزارة وإتاحة الفرصة أمام المجتمع والمعنيين للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم الداعمة للخمسين عاما المقبلة. وحددت الوزارة 7 أدوات لإشراك أكبر عدد من الفئات المستهدفة لإطلاق تحدي مستقبل القطاعات والتحديات والحلول المستقبلية لتطوير الخدمات ورصد جوائز لأفضل الأفكار وعقد شراكات مع القطاع الخاص وعمل استبيانات بالإضافة إلى لقاءات تشاورية مع أفراد المجتمع. كما ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الجلسات الافتراضية تشمل على 6 محاور رئيسية، وهي تصميم مستقبل النفط والصناعات البتروكيماوية ومستقبل الإسكان وخدمات البنية التحتية ومستقبل الطاقة المتجددة إلى جانب المقابلات التشاورية. قامت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بتحصين الأطفال ضد مرض شلل الأطفال في عدد من المناطق خارج الدولة اقتداء بنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. للحديث أكثر حول التفاصيل معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ عبد العزيز الزيدي رئيس قسم البرامج في مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا. سعادتك لو تحدثنا عن مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في البداية. نعم. بداية طبعاً نشكركم على الاستضافة ومبادرتكم في الحديث عن مؤسسة زايد والأعمال التي تقوم فيها. طبعاً رحم الله الشيخ زايد كان سحابة خير. فعلاً. أينما راح وحل دائماً يأمر بالأعمال الخيرية والإنسانية شرقاً وغرباً. في جميع الدول للأقل نمواً في العالم. ممكن في عام 2000 أو عام 1992 كانت أعمال الشيخ زايد غطت معظم القارات، فكان نهج سموه رحمه الله أن يجمعها في مؤسسة ترعى هذه المشاريع والبرامج وتديرها بنظام مؤسسي، وقد أوقف ممكن مبلغ من المال أنذاك ليعود ريعه في الأعمال الخيرية والإنسانية في الداخل والخارج. وكانت المؤسسة برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آنذاك لتكمل نهج زايد في العمل الخيري والإنساني، واليوم بفضل توجيهات سمو الشيخ بن هيام بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الأمناء والشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الأمناء، ومتابعة أيضا من سعادة حمد بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة، مستمر على هذا النهج وإكمال المسيرة لتحقيق رسالة زايد الإنسانية. جميل. قامت المؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بتحصين الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، لو تخبرنا أكثر عن تفاصيل هذا الخبر. نعم. المؤسسة مساهمة رئيسية في المبادرات التي تقوم فيها الدولة، وشلل الأطفال من أخطر الأمراض أو الفيروسات اللي تصيب الأطفال ممكن اللي هم أقل من عمر 5 سنوات. والإحصائيات بفضل هذا التطعيم بدأت تقل على مستوى العالم، والمؤسسة مساهم في هذا الموضوع. الدولة بشكل عام وبمتابعة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الداعم الأول لهذه المبادرة والحملة لتطعيم أطفال العالم، مو بس دولة معينة، فالمؤسسة مشاركة معهم في هذا الجانب للقضاء على هذا المرض. وقد سبق للمؤسسة ممكن في عام 2011 عمل تطعيم لأطفال فلسطين في تقريبا استفاد منه 137 ألف طفل على مستوى فلسطين كاملة. جميل. حرصكم على تحقيق أفضل الخدمات للمجتمع وحتى توفير كل السبل الصحية لهم. صحيح. احنا بالنسبة للسبل الصحية دائما يقول لك العقل السليم في الجسم السليم. صحيح. دائما نحاول توفير الرعاية الصحية أساس تمكين الإنسان من ممارسة حياته. إذا الإنسان
عنده صحة يقدر يتعلم، يقدر يمارس حياته في المجتمع ويكون إنسان فعال في هذا الجانب. وطبعا البرامج الدائمة في المؤسسة أو الأهداف الصحية من ضمن الأهداف والأولويات في المؤسسة. دائما عندنا البرامج المساعدات المرضى المعسرين، إنشاء المستشفيات والعيادات على مستوى كبير في العالم. جميل، لو تخبرنا عن مشاريع المؤسسة التي وصلت إلى العديد من الدول حتى اللي هي أقل نمواً في العالم. صحيح، نعم، دائماً المؤسسة تستهدف الدول الأقل نمواً على مستوى العالم وتحرص على إقامة المشاريع مع الشركاء في تحقيق سياسة المساعدات الخارجية لدول الإمارات. الإمارات اليوم والله الحمد الأولى على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإنسانية، والمؤسسة تحرص على تمكين الدولة من هذا الجانب والسير على خطى زايد. ممكن المؤسسة والله الحمد مشاريعها وبرامجها وصلت إلى 177 دولة على مستوى العالم، ونسأل الله تعالى أن يكون جميع الأعمال التي تقوم فيها المؤسسة في ميزان حسنات الشيخ زايد طيب الله ثراه. آمين يا رب. شكرا لك الأستاذ عبد العزيز الزايدي رئيس قسم البرامج في مؤسسة زايد بن سلطان على نهيان الأعمال الخيرية والإنسانية. شكرا لك. شكرا صحيح. مشاهدين الكرام، مستمرين معاكم في تغطية الأخبار والمواضيع المتنوعة على برنامجكم 7 على 7، لكن من بعد هذا الفاصل خلوكم ويانا. حياكم الله مشاهدين الكرام. تعد الحديقة الإسلامية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وتشكل بصمة ثقافية إسلامية لإمارة الشارقة، وتعد إضافة فردية من نوعها في السياحة الإسلامية لإمارة الشارقة. نتعرف أكثر عن الحديقة الإسلامية في التقرير التالي. معاكم المرشدة حصة، بعرفكم عن الحديقة الإسلامية. الحديقة الإسلامية هي أول حديقة في العالم، تم افتتاحها عام 2014 بفكرة صاحب السمو الشيخ سلطان محمد القاسمي بالتعاون مع منظمة اليونسكو. عند دخول الزائر بيشاهد ثمار بعض النباتات منها الثوم، الأرز والتين والحبة السوداء مع فوائدها. تضم الحديقة نباتات ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية، إجمالي عددها 52 نبتة، تم زراعة 50 نبتة فقط، نبتتان ما زرعناهم اللي هي الزقوم والغرقد. الزقوم نبتة من أصل الجحيم لا وجود لها في الدنيا، أما الغرقد فحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديقة بالريحان، والريحان تعطي رائحة جميلة للمكان، وعندنا عقب العنب والتين. صنفت نباتات الحديقة حسب الحجم إلى أشجار شجيرات أعشاب. عندنا الأشجار، عندنا النخلة والأترج، الشجيرات عندنا الكتم والخم، الشجيرات عندنا السنمكي والصبار. تحتوي ممرات الحديقة على أجهزة لوحية يقدر من خلالها الزائر يتعرف على النباتات الموجودة في الحديقة مع فوائدها وين ذكرت في القرآن أو في السنة. عندنا طريق الحرير يتكلم عن النباتات اللي جاءت عن طريق التبادل التجاري ما بين الهنود والعرب والصينيين، جاءت منها بعض النباتات عندنا الورس والزعفران والزنجبيل.
طريق الحريق أخذنا إلى رحلتي الشتاء والصيف وذكرت في القرآن، وأيضا حصلنا على بعض النباتات منها القسط البحري أو الهندي والزرنب والزعفران. بعد انتهاء من جولتنا اليوم ندعو الجمهور للحضور الحديقة الإسلامية والتعرف على النباتات التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية واتباع الإجراءات الاحترازية. أسهمت جائحة كورونا في تغيير المفاهيم السائدة فيما يتعلق بوظائف المستقبل، مما دفع الجامعات إلى إعادة ترتيب أوراقها باستحداث تخصصات جامعية جديدة، منها ما جاء بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وأخرى تواكب توقيت الجائحة بناء على حاجة سوق العمل، إضافة إلى دمج مساقات دراسية لتخريج أجيال متعددة المهارات فضلا عن اختفاء أو تقليص التخصصات التقليدية. والحديث أكثر حول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور علي أبو النور مدير جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة. حياك الله سعادة الدكتور وسعداء بتواجدك معنا. أهلا وسهلا عبد العزيز، ربنا يكرمك. دكتور، ممكن لاحظنا ممكن تأثير غير مباشر أو غير ملحوظ أو هناك تأثير جائحة كورونا، هل أثرت على الجامعات أو التعليم بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتعليم بصفة عامة، الحقيقة هو بيبقى فيه مجموعة من الرؤى والرسالة والأهداف للجامعات. الرؤية والرسالة والأهداف للجامعات مش بتختلف كتير، سواء من حيث إعداد البرامج المتميزة أو إجراء البحوث التطبيقية المؤثرة في المجتمع أو من حيث المشاركة المجتمعية الفعالة. الأهداف دي بصفة عامة علشان نخرج خريج يكون دايماً مستعد بأفضل المهارات وكمان مواكب لاحتياجات سوق العمل ويقدر يساهم بفاعلية في التنمية المستدامة. علشان تتحقق المنظومة دي في مجموعة من الأدوات، فالحقيقة جائحة كورونا ما أثرتش كتير على الرؤية والأهداف والرساية والقيم، لكن أثرت على الأدوات اللي احنا ممكن بنقدمها علشان نحقق المنظومة بتاعتنا. عشان نضمن أن المنظومة تتحقق بكفاءة دايما بيبقى فيه ثلاث عوامل أساسية، اللي هي البرامج المتميزة وكيفية تقديمها، أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والطلبة طبعا، زائد الخدمات. إزاي أنا أطور عندي في البرامج بحيث أن هي يتم تقديمها بأفضل كفاءة لتحقيق أحسن مخرجات، وإزاي أطور في مهارات أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة وطبعا بالتأكيد في الطلبة كمتلقين، وإزاي أطور في الخدمات هو كان التحدي، والحمد لله بنقدر من خلاله نقدم أفضل خدمة تعليمية رغم الظروف والتحديات اللي موجودة. دكتور، ذكرت في إجابتك يمكن المعايير اللي لابد أن تكون موجودة حتى يرتقى مستوى التعليم أو حتى مستوى تحسين تقديم الخدمات، ضرورة وجود هذه المعايير في المؤسسات التعليمية. أي مؤسسة ناجحة المفروض بيكون فيها مجموعة من السياسات والإجراءات، وطبعاً كل ما كانت السياسات والإجراءات استباقية أو بتسبق المؤسسة وجودها، كل ما كان التطبيق بتاع السياسات والإجراءات أفضل. الحقيقة السياسات والإجراءات في مجموعة منها جديدة خاصة بالجائحة، واللي هي انقسمت لسياسات وإجراءات خاصة بالتقنيات التكنولوجي، سياسات والإجراءات الخاصة بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وتحديد المواصفات اللي هي موجود تبقى متوفرة فيهم عشان يدرسوا عن بعد، سياسات وإجراءات خاصة بتوفير اللوجستيات وتوفير الموازنات المالية، سياسات وإجراءات خاصة بكيفية تقديم وتقويم البرامج من خلال التعليم عن بعد. الحقيقة لما تتحط السياسات والإجراءات، وكان الوزارة حريصة أن تتحط هذه السياسات وبتيجي لجان متخصصة بتراجع سياستنا وكيفية تطبيقها، هو ده اللي استحدث خلال هذه السنة واللي هو ضمن نجاح التجربة بصفة كبيرة. جميل. الخطط اللي راح تنفذها الجامعة إن شاء الله خلال السنة الدراسية الحالية أو حتى المقبلة؟ الخطط الدراسية هم نوعين، في خطط مبنية على أساس الخطة الاستراتيجية للجامعة. الخطة الاستراتيجية بيجي فيها شروط التميز بحيث نحقق التميز في البرامج الدراسية والتميز في البحث والتميز في خدمة المجتمع، يعني بنستحدث برامج جديدة، بنعدل البرامج اللي موجودة بحيث ان هي نحصل بيها على معايير اعتمادات دولية،
وكمان بالإضافة أن احنا بنزيد معدل البحث بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس وباستقطاب التمويل اللازم. في حاجة بقى مهمة أخيرة اللي هي ما استحدث علينا نتيجة الظروف الحالية، كان على رأسها أن احنا بنعمل سياسة التعليم الهجين، التعليم الهجين بحيث أن احنا نستفيد من التجربة في الفصل الماضي، نحقق إيه هي الأشياء اللي ممكن تدرسها عن بعد، الأشياء اللي يجب وجود الطلبة فيها في الجامعة، عملنا خلط أو مزيج بحيث أن احنا نضمن كيفية تقديم البرامج بأفضل كفاءة مع تحقيق المخرجات المطلوبة من البرنامج. جميل. دكتور، طرحتم استبيان أنكم يعني التنويه الجامعي بطرح رسالة أو برنامج الماجستير. الهدف من هذا الاستبيان دكتور؟ الاستبيانات دي بيسموها دراسة حالة. الاستبيانات بتكون ضرورة من جانب الوزارة عشان يضمنوا أن البرنامج المطروح مطلوب وعليه إقبال. علشان نضمن أن الاستبيان جيد المفروض بيحقق شروط متعددة. أول شرط أنه هو يوجه للشريحة المناسبة. تاني شرط أنه هو يكون الاستبيان نفسه بيتم تعريف أهداف البرنامج وتوصيفه وفرص العمل به بطريقة جيدة. وتالت حاجة بناخد معلومات من الطالب بحيث عن العمر والسن والوظيفة والمستوى التعليمي ومكان الإقامة وتفضيل المكان اللي بيدرس فيه. عن طريق الاستبيانات دي بنقدر نحدد البرامج الواعدة. احنا طرحين الحمد لله 3 برامج ماجستير أو مقدمين عليهم، برنامج الماجستير في ريادة الأعمال وده مطلوب على مستوى الدولة، ماجستير في علم الاجتماع، ماجستير في القانون العام والخاص. البرامج الماجستير دي كلها بنقدم ليها، عاملين الدراسات بتاعتها جيدة وبنتقدم بيها لهيئة الاعتماد الأكاديمي وفقا للجدول الخاص بالاعتماد ونطرحها في أقرب فرصة إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، تحدثنا عن أهمية مواكبة التخصصات الحديثة. اليوم جامعة علوم التقنية في الفجيرة عندها تخصصات حديثة قاعد تواكب التغيرات اللي قاعد تصير في الحياة، لو تكلمنا عن أهم هذه التخصصات. الحقيقة التخصصات الجديدة اللي كانت مطروحة في الجامعة احنا بنحاول نكون متفردين في طرحها. من بقالنا سنة ودي السنة الثانية بنطرح تخصصات في الطاقة المتجددة، تخصصات في علم النفس، تخصص في التكنولوجيا المعلومات الأمن السيبراني وتكنولوجيا معلومات تحليل البيانات. كل التخصصات دي مطلوبة وجديدة اللي هم بتطرح على مستوى المنطقة، وكمان في حاجات منها مش موجودة تقريبا على مستوى الدولة إلا في جامعات قليلة زي علم النفس والطاقة المتجددة والأمن السيبراني وتحليل البيانات، بالإضافة للتخصصات القديمة اللي هي أصلا متميزة زي الصيدلة والهندسة الإلكترونيات وطب الأسنان والتصميم الداخلي والقانون والإعلام. كلها في المنطقة الشرقية تعتبر تخصصات متفردة وفي كثير من وبرضه على مستوى الدولة. سعادتك، في دوما يعني يواجه الطالب الحديث التخرج صعوبة في اختيار التخصص. اليوم شو دور الجامعة في تسهيل اختيار الطالب أو التخصص الأنسب لهذا الطالب اللي راح يلتحق بالتعليم الجامعي؟ كيف ممكن الجامعة راح تساعد الطالب إنه يعرف وين هو تخصص المناسب وكيف يقدر يروح هذا التخصص ويقدر يتخرج منه؟ يعني الحقيقة الطالب في 3 مراحل أو ممكن يكون عنده بتصادف صعوبة. أول حاجة التخصص ومناسبته لميوله، تاني حاجة الشروط اللي بتتحط على اللازمة للالتحاق بالتخصص، وكمان فرص العمل أو الفرص الوظيفية المستقبلية. هو دايما الطالب لما بينقي بيفاضل ما بين الثلاث حاجات دول. هنا بقى بيجي دور الجامعة سواء من حيث الإرشاد للطالب في مرحلة التقدم لمركز الالتحاق بالجامعة، زائد إن هي بتطرح له مجموعة من البرامج اللي تؤهله للالتحاق سواء برامج لغة إنجليزية تحديدا أو برامج في اللغة العربية، لأن أصبح ده شرط من شروط الالتحاق بكثير من البرامج. والأهم من ده كله إن احنا بنديله مجموعة واسعة من البرامج، يعني لو كان طالب سواء إذا كان ميوله أدبية، ميوله علمية، ميوله هندسية، طبية، فدور الجامعة إن هي بتطرح له مجموعة واسعة من البرامج. بإضافة إلى الساعات المعتمدة الطالب ممكن يخش ومع مرشد الأكاديمي يبتدي يتحط له البرنامج المناسب ليه، ممكن علشان يتعرف على ميوله في أول فصل، ممكن يلتحق بعد كده أو يغير تخصصه بدون فقدان للساعات المعتمدة اللي هو درسها. فعملية الإرشاد المستمر للطالب أعتقد اللي بتكون بيها الجامعة هي دي اللي بتضمن الاختيار الأنسب لميوله والمستقبله إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. دكتور، يمكن السنة الحالية الدراسية عودة الاختبارات إلى المقر الجامعة، استعدادات الجامعة أنهم راح توفر الوقاية والسلامة للطلبة وحتى الإجراءات اللي لابد أن الطلبة يتخذونها قبل ذهابهم للاختبارات؟
بشكر أنا طبعاً الوزارة، الوزارة دايماً عندها سلسلة من الإجراءات الاحترازية. إحنا بالنسبة لنا برضو على مستوى الجامعة عشان نكون مواكبين وعلى مستوى الحدث عاملين لجنتين دائمتين، لجنة اسمها لجنة تطوير التعليم عن بعد، ولجنة تانية لجنة اسمها كوفيد 19 أو لجنة الصحة والسلامة. اللجنة دي حط الشروط اللي على أساسها يتم التدريس في المختبرات في الجامعة، يتم عليها الحضور، يتم فيها إجراء الامتحانات باستخدام الوسائل التباعد أو التباعد اللي مطلوبة وفقاً لدليل الإجراءات الاحترازية. مش كده وبس، إحنا عندنا مجموعة كمان مع الاتفاقيات مع وزارة الصحة في الإمارة، الحقيقة مشكورين بيقولنا بمعدل كل أسبوعين بيتم فحص جميع العاملين في الجامعة زائد الطلبة المتواجدين عشان ضمان إن دايماً الحالات اللي موجودة جوه الجامعة ما تبقاش في أي حالات إيجابية. والحمد لله مشينا أكتر من نص الفصل الدراسي مكملين على كده، وبإذن الله يختم الفصل وتنتهي الأمور فيه على أفضل وجه بإذن الله، وإن شاء الله تنتهي الجائحة بعد وترجع الحياة لطبيعتها إن شاء الله. دكتور، شفنا نجاح كبير للجامعة في عملية التعلم عن بعد واستمراريته حتى عند الطلبة، سر نجاح هذا النجاح اللي حققتموه أنتم في التعلم عن بعد؟ إيه لو حطيته في كلمتين فهي لوائح وتدريب مستمر. فالحقيقة لازم الواحد يبقى عنده اللوائح اللي هي تضمن إن العملية تقدم بطريقة جيدة. التدريب أهم حاجة، يعني الطالب وعضو هيئة التدريس والعاملين مش بس إن احنا نحط لهم اللوائح، لكن الطالب المفروض يتدرب على طبيعة الأسئلة، عضو هيئة التدريس يتدرب جيدا مع الطالب علشان الطالب لا يفاجأ إنه بيمتحن بطريقة هو مش متعود عليها. فالتدريب المستمر على التقنيات اللي هي بتستخدم سواء من حيث التقديم أو من حيث التقويم بالنسبة لعضو هيئة التدريس أولاً وبالنسبة للطالب ثانياً، أعتقد هو ده كان أفضل سر للنجاح اللي هو التدريب بالنسبة المستمر ليه. إن شاء الله، شكراً لك سعادة الدكتور، استمتعنا بهذا اللقاء. الأستاذ الدكتور علي أبو النور مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا في الفجيرة، وإن شاء الله مدير جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، شكرا لك سعادة الدكتور. ربنا يكرمك عبد العزيز، جزاك الله ألف خير. الله يخليك، شكرا لك دكتور. شكرا لكم مشاهدين الكرام، في أمان الله ورعايته، مع السلامة.